بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن المستحاضة بعدما أنهى الحديث عن المميزة. والحديث عن المستحاضة من المسائل المشكلة الدقيقة، إذ لها أنواع وأقسام وأحوال متعددة كما سيأتي معنا في درسنا اليوم، ولذا فلا غرو إن كثر التقسيم، وخصوصا في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. ومسائل المستحاضة كثيرة، حتى ألف بعض الفقهاء مجلدات مفردة في بعض أنواع المستحاضات، وهي المتحيرة التي فقدت العادة والتمييز، حيث أشكل أحوالها وصورها على كثير من الفقهاء. قيل سميت متحيرة لأنها تحيرت في معرفة حيضها، وقيل سميت متحيرة لأنها حيرت العلماء في أمرها. أول مسألة أوردها المصنف في تعريف المستحاضة قال: والمستحاضة، أتى بالواو للعطف على الحالة السابقة وهي المميزة. قال: والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قوله ترى دما يعني يدلنا على أن الاستحاضة لا بد فيها من وجود دم، ولا نحكم عند انقطاع الدم بأن المرأة لا حائض ولا مستحاضة، بل لا بد من وجود الدم السائل من المرأة. وتعبير المصنف وأهل الفقه والخبر الذي جاء في صفة المستحاضات من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها المستحاضة يدلنا على استمرار الدم في خروجه منها، أي دم الحيض وغيره مما يلحق به، فهي يخرج منها دم حيض وغيره. قوله التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا، الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بأحد اعتبارين: إما باعتبار عدم صلاحيته على سبيل الإطلاق، كأن يكون خرج منها قبل السن الذي تحيض فيه، أو خرج منها بعد السن الذي لا تحيض فيه وهو سن الإياس، أو لا يكون صالحا للدم بمجموعه، وقد لا يكون صالحا للحيض بمجموعه، وقد يصلح بعضه أن يكون حيضا، وذلك مثل التي جاوز الدم معها أكثر الحيض وهو 15 يوما بلياليها. إذن فتعبير المصنف هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا يشمل الصورتين، ومعرفة الصورتين مثمر في أمر سأذكره بعد قليل. قوله ولا نفاسا أي ولا يصلح أن يكون نفاسا، وسيأتينا في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل ما الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا من حيث الولادة وغيرها. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، هذه الجملة تحتاج التنبيه إلى عدد من المسائل. أول مسألة معنا، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى لما أوردوا الاستحاضة فإن لهم اصطلاحين، للعلماء اصطلاحان في معنى المستحاضة، اصطلاح ضيق واصطلاح واسع. فالاصطلاح الواسع هو الذي أورده المصنف هنا تبعا لصاحب المبدع، فإنه بيّن أن كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فإنه في هذه الحال يكون استحاضة، ويشمل ذلك النوعين اللي ذكرتهما قبل قليل: الدم الممتد الذي كله ليس جزء منه حيض، والدم الممتد الذي بعضه يصلح أن يكون بعض حيضا وبعضه لا يصلح أن يكون حيضا. وأخذنا هذا من قوله ترى دما لا يصلح، فيشمل الصورتين. الطريقة الثانية للفقهاء جعل الاستحاضة معنى أضيق، ويجعلون معنى أوسع وهو الدم الفاسد. فعلى القول الأول الدم الفاسد والاستحاضة سواء، وعلى الطريقة الثانية الدم الفاسد أشمل، فتكون الاستحاضة على الطريقة الثانية هي التي يكون معها دم حيض، فلا نحكم بالفساد إلا لبعض الدم الخارج من المرأة، وحكمنا بأن بعضه صحيح. وأما إذا كان الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا فلا يسمي هؤلاء ذلك الدم استحاضة،
وإنما يسمونه دم فساد. وبناء على الطريقة الثانية فيقولون إن دم الفساد أشمل، فيشمل الاستحاضة وغير الاستحاضة مما يكون الدم كله ليس دم حيض، مثل الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن يمكن أن تحيض فيه، ومثل الدم الذي يخرج من المرأة بعد أن تبلغ سنا لا يمكن أن تحيض فيه، ومثل الدم الذي يخرج بعد كمال العادة وقبل إكمال أقل الطهر وهو 13 يوما بلياليها، وتكلمنا عن هذه الصور الثلاث في الدرس الماضي. المقصود أن هذه طريقتان، الأولى طريقة المقنع الإقناع تبعا للمبدع، والطريقة الثانية هي طريقة المنتهى تبعا لصاحب الإنصاف. وهل لها ثمرة؟ لا ثمرة لها، وإنما هي مصطلحات. هل نقول إن الاستحاضة مرادي أن دم الاستحاضة هل نقول إن دم الاستحاضة مرادف لدم الفساد، أم أن بينهما عموما وخصوصا مطلق؟ فإن قلنا إن بينهما عموما وخصوصا مطلق كما هي طريقة المنتهى، فيكون دم الفساد أشمل من دم الاستحاضة. هذه المسألة الأولى التي أردت بيانها. المسألة الثانية وتحتاج إلى بعض التنبه، وإن ذكرت فيها تفريعات لكنها لفائدة، أن النساء المستحاضات تارة تكون ذات تمييز، وتارة تكون من غير تمييز، وتارة تكون ذات عادة، وتارة تكون من غير عادة. فتصبح الصور أربع، سأوردها لأن المصنف سيورد هذه الصور الأربع. قبل أن أورد الصور الأربع، من المهم أن أبين التمييز والعادة، هذان المصطلحان الذي يتكرر معنا في باب الحيض. ومن لم يعرف هذين المصطلحين فلا يمكن أن يحكم على امرأة هل الدم الذي خرج منها أهو دم حيض أم أنه دم استحاضة، بل لا بد أن يعرف التمييز وكيفيته، والعادة وأنواعها وكيفيتها. نبدأ أولا بالتمييز، وقد سبق معنا في الدرس الماضي. والتمييز كما مر معنا هو أن ترى المرأة دما يصلح أن يكون حيضا بوصفه وباعتبار رائحته وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها المصنف ثلاثة، قال إن كان بعضه أسود أو ثخين أو منتن، ذكر الأوصاف الثلاثة. وذكرت لكم قبل أنه أهل العلم يزيدون وصفا رابعا، كل أو وصفا رابعا نعم مأخوذا، وهو نعم الرائحة والأوجاع، نعم يزيدون الأوجاع ويأخذونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. ولكن المهم دائما أنه ليس مجرد تمييز لون الدم وثخنه ورائحته يكفي، بل لا بد أن يكون التمييز صالحا، وذلك يقولون تمييز صالح. ومقصودهم بالتمييز الصالح أن يكون هذا الدم أكثر من يوم وليلة وأقل من و15 يوما بلياليهن فأقل. فلو كان المميز أكثر من 15 فنقول إن التمييز ملغي لأنه جاوز أكثر الحيض. هذه سهلة وأنهيناها. الموضوع الثاني هو المهم، أريدك أن تنتبه له لأن عدم ضبطه يورد إشكالات كثيرة في درسنا اليوم، وهو عادة المرأة. النساء نوعان باعتبار العادة، فبعضهن معتادات أو معتادة، وبعض النساء ليست معتادة. هذه العادة العلماء ذكر العلماء أنها نوعان، عادة زمن وتسمى عادة الوقت، وعادة عدد. فعادة الزمن هي أن تعلم المرأة متى يأتيها حيضها من شهرها، فلو كان شهرها 40 يوما أو 20 يوما، ومر معنا في الدرس الماضي ما معنى شهر المرأة، فلو كان شهرها 20 أو 40 أو أقل أو أكثر، فإنها تعلم أنه يأتيها دائما في الوقت الفلاني بعد مضي 20 يوما يبدأ حيضها، فابتداء الحيض هذا هو وقت عادة الزمن أو الوقت، وهو الذي سمى أو سيمر في تعبير المصنف عارفة موضعها، أي موضع هذا اليوم الذي يبتدئ فيه خروج الدم منها. النوع الثاني وهو الذي عليه أغلب أحكام العادة، وإذا أطلقت العادة فتقصد، وهي عادة العدد، بأن تعلم المرأة كم عدد حيضتها من الأيام، أهو 3 أم 4 أم 5 أم 6 أم 7 إلى 15 يوما بلياليهن وما زاد عن ذلك فلا تكون عادة لأنه جاوز أكثر الحيض. هذه العادة
إذا أطلقت فالغالب أنه ينصرف لعادة العدد، عادة العدد. وأغلب الأحكام المعلقة بالمعتادة مقصود بها عادة العدد لا عادة الزمن. طيب، هذه المعتادة عادة عدد ذكر العلماء أنها لها صورتان، أن لها صورتان: إما أن تكون عادتها متفقة أي في الأشهر، فكل الأشهر مستمرة على عادة واحدة، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس على 5 أيام أو 6، فنقول إنها إذا استمرت على 5 أيام فعادتها 5، لأن عادتها متفقة وليست مختلفة. النوع الثاني من المعتادة باعتبار العدد، المعتادة عادة مختلفة. بعض النساء عادتها مختلفة بحيث أنها في شهر تزيد عن شهر لكنها معتادة. وإذا كانت عادتها مختلفة فقد ذكروا أن لها صورتين كذلك: إما أن تكون عادة مختلفة مرتبة، أو عادة مختلفة غير مرتبة. فالعادة المختلفة المرتبة مثل أن تحيض في الشهر الأول 5، وفي الثاني 6، وفي الثالث 7، ثم إذا جاء الشهر الرابع رجعت 5، 6، 7، ثم في الشهر السابع 5، وفي الثامن 6، وفي التاسع 7، وهكذا. فعادتها ليست متفقة باعتبار شهر واحد، وإنما متفقة باعتبار مجموعة أشهر، فهي مختلفة باعتبار كل شهر على حدة، ولكنها معتادة لهذا الترتيب. هذا تسمى امرأة معتادة في العدد ولكن عادتها مختلفة مرتبة. الحالة الثانية أن تكون عادتها مختلفة ومرتبة غير مرتبة، أن تكون مختلفة غير مرتبة. وصورة ذلك قالوا أن تكون في الشهر الأول يأتيها 5، وفي الشهر الثاني يأتيها 4، وفي الشهر الثالث يأتيها 6، فتزيد وتنقص. فما حكم هذه المرأة التي تزيد وتنقص بهذه الطريقة؟ قالوا إن كانت تزيد وتنقص وتستمر على هذا الزيادة والنقصان بحيث يمكنها ضبط أيامها وأشهرها فيكون حكمها حكم المرتبة، وأما إن لم يمكنها ذلك بل مرة تزيد ومرة تنقص، وهذا حال كثير من النساء، فإنها مرة يأتيها 6 ومرة يأتيها 7 وهكذا، فالمعتمد في المذهب أن عادتها هي الأقل مما انضبط واستمر معها. فإذا كانت في الشهر الأول 4، والثاني 5، والثالث 3، ثم تزيد بين 3 إلى 5 أو تزيد وتنقص لكنها لا تخرج عن 2 أو 3، فنقول الأقل منهما على المشهور المذهب هو عادتها فتمكثه، وما زاد عنه لا يعتبر عادة، وإنما يعتبر حينئذ تمييزا عارض عادة، والتمييز إذا عارض العادة قدمت العادة عليه. إذن هذه القاعدة. آخر مسألة معنا ثم ننطلق بشرح كلام المصنف هو تقسيم الرباعي مهم للمستحاضات. هذا التقسيم إذا عرفته فهمت كلام المصنف، لأن كلام المصنف يدور حول هذا التقسيم، فمن المهم معرفة هذا التقسيم. وسأذكر التقسيم بناء على إيراد المصنف إلا الصورة الرابعة فإنه سبق إيرادها. المستحاضات ذكرت لكم قبل أنها إما أن تكون معتادة أو غير معتادة، وإما أن تكون مميزة أو غير مميزة، فصارت الصور 4. أول هذه الصور بحسب ترتيب المؤلف المستحاضة المعتادة غير المميزة، فهي معتادة بلا تمييز، لا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، لكن لها عادة سبقت ورود الاستحاضة عليها. الحالة الثانية أن تكون المرأة المستحاضة معتادة مميزة. والحالة الثالثة بترتيب المصنف أن تكون المرأة المستحاضة بلا عادة ولا تمييز. وفقد المرأة العادة والتمييز إما أن يكون جهلا وإما نسيانا، فقط أريد أن ننتبه أن فقد العادة والتمييز تارة يكون بالجهل بعدم علمها لعادتها، وتارة يكون بالنسيان. طيب، الحالة الرابعة وهو أن تكون المستحاضة مميزة غير معتادة، هذه لم يردها المصنف في هذا الفصل وإنما أوردها في الفصل الماضي. حكمها على سبيل الاختصار أننا نقول إن المستحاضة المميزة تعمل بتمييزها الصالح، وعبرنا بالصالح أي بشرط أن يكون الدم الذي يصلح أن يكون
قويا صالحا للحيض أقل أكثر من يوم وليلة، يوما وليلة فأكثر، أو 15 يوما بلياليهن فأقل، هذا معنى قولهم إنه صالح. كلامنا في هذا الفصل كله يدور حول هذه الأقسام الأربعة إلا مسائل يسيرة متعلقة بالنقاء وغيره. وسأذكر قاعدة كلية ليست مني وإنما أوردها الفقهاء كابن مفلح وغيره، تشمل عموم أحكام هذه الصور الأربع. فالقاعدة العامة فيه أن المرأة المستحاضة تعمل بعادتها، فإن لم تكن لها عادة فتعمل بتمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإنها تعمل بغالب الحيض. هذا هو القاعدة الأعم التي يحتاجها أغلب النساء. اللهم إن هناك صور، إلا أن هناك صورا يعني قليلة، هذه الصور القليلة هي التي فرعها الفقهاء وأوردوا فيها المسائل الكثيرة التي ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. نعم، أي وحكم المستحاضة، حيث حكمنا أن الدم الخارج منها ليس دم حيض، وذكرت لكم أن المصنف يطلق المستحاضة على كل دم فاسد. حكم الطاهرات أي حكم من لم يخرج منها حيض في تلك اللحظات في وجوب العبادات، أي تجب عليها العبادات، وفي فعلها أي إذا فعلت العبادة فإنها تكون صحيحة منها إذا أتت بشرطها وهو الطهارة وإزالة النجاسة ونحو ذلك من الشروط. نعم. وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها. طيب، هذه انظر معي، هذه هي الحالة الأولى من الحالات الأربع التي أوردت لكم، وقد ذكرت لكم في أن أول مسألة أوردها المصنف أن تكون المرأة مستحاضة معتادة بلا تمييز، وهذا مراد المصنف. فقول المصنف وإن استحيضت يعني خرج منها دم بعضه يصلح أن يكون حيضا وبعضه لا يصلح أن يكون حيضا، وكانت المرأة قد حكمنا بأنها معتادة، والمراد بالمعتادة هنا غالبا عادة العدد، ولكن سيأتي تفريعات متعلقة بعادة الزمن. طبعا هنا معتادة أي فقط بلا تمييز، لأنه لم يذكر التمييز وسيذكر المعتادة المميزة بعدها. إذن فقوله معتادة وإن استحيضت معتادة أي معتادة غير مميزة، يجب أن نقيدها بذلك. قال رجعت إلى عادتها، معنى قوله رجعت ليس بمعنى الرجوع القهقرة، وإنما المراد أنها تعمل بعادتها السابقة، فعبر بالرجوع لأنها عادة ثابتة قبل خروج دم الاستحاضة منها. وهذا واضح جدا أن العادة قوية جدا. الرسول قال لحملة رضي الله عنها أمكثي قدر حيضتك، وفي لفظ أمكثي قدر الأيام التي كانت تحبسك، وهذا صريح أن المرأة تعمل بالعادة، خلافا لمن ألغى العادة كما هو منقول عن أصحاب الإمام مالك فلم يعتبروا العادة في حيض النساء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صريح بأن العادة التي اعتادتها المرأة وتكررت معها على المشهور مذهب 3 مرات، وفي رواية على مرتين، ذكرت هذا الخلاف في الدرس الماضي، معتبرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله رجعت إلى عادتها أي تعمل بعادتها. ومثال ذلك لو أن امرأة استمر معها دم كثير في شهر ما وهي لا تستطيع أن تميز، تقول يخرج مني دم بألوان شتى ولا أستطيع أن أميز هذا الدم، أهو دم حيض أم ليس دم حيض، أو أنها تناولت بعض الأدوية أو تعاملت مع بعض الأمور الهرمونية التي تجعل سيلان الدم خارجا من الرحم كثير، فتقول لا أستطيع أن أميز دم الحيض من غيره. فنقول لها أولا، هل لك عادة أم ليست لك عادة؟ إن قالت لي عادة فنقول اعملي بالعادة. وعرفنا قبل قليل أن العادة صورتان، إما أن تكون عادة مرتبة أو غير مرتبة، متفقة وغير متفقة، وعرفنا كيف تحسب المرأة عادتها قبل قليل، وهذا من أهم الأمور. طبعا صورة أخرى، المرأة إذا كان المرأة خرج منها دم استمر أكثر من 15 يوما بلياليهن فنحكم بأنها مستحاضة قطعا، ونلغي تمييزها إن كان لها تمييز، وحينئذ نقول العبرة بالعادة فقط، فتمكث مدة عادتها. نعم، هذه الحالة الأولى. نعم، الحالة الثانية تفضل. وإن كانت مميزة اتفق تمييزها وعادتها أو اختلف بمداخلة أو مباينة. طيب، يقول وإن كانت مميزة، قوله وإن كانت مميزة مراد المصنف أي وإن استحيضت معتادة مميزة، فمراد المصنف هنا العطف على المعتادة، فهذه الحالة الثانية أن تكون المرأة معتادة مميزة معا. نعم،
عبارة المصنف فيها بعض التصعيب في قضية العطف على السابق وعدمه. مراد المصنف هنا المرأة المعتادة المميزة، لأنه أحالها على عادتها، فهذا هو قطعا مراده. إذن فقوله وإن كانت مميزة، هذه هي الحالة الثانية، أن تكون المرأة المستحاضة معتادة ومميزة معا، أي لها عادة سابقة قبل خروج الدم الفاسد منها، وتستطيع في نفس الوقت أن تميز دم العادة، عفوا، تميز دم الحيض من غيره بلونه ورائحته وثخانه ونحو ذلك من الأمور التي سبق إرادها. فما الحكم في ذلك؟ قبل أن طبعا الحكم سيأتي، لكن من المناسب أن نذكر خبر كان. إن كانت المرأة مميزة فحكمها حينئذ أن نقول تجلس عادتها، ولو كان تمييزها الصالح أكثر من العادة فإنها تمكث عادتها. إذن يجب أن ننتبه، المرأة حينئذ تمكث العادة، فالعادة مقدمة على التمييز، وهذه من مفردات المذهب، وهو الذي يدل عليه الحديث، وهو الأصلح للنساء حقيقة، وأريح لوضعهن، وأيسر عليهن في ضبط أحوالهن، ومن عرف أحوال النساء يعرف ذلك. وظاهر السنة يدل عليه كما استدل أحمد، فإنه دل المرأة المستحاضة بالذهاب لعادتها ولم يسألها أهي مميزة أم لا، وترك الاستفصال يدل على الإطلاق في جميع الأحوال، سواء كان الحال حالة تمييز أو عدم تمييز. فقط أنا أردت أن أبين الدليل هنا لأنها مفردات المذهب، وهي الدليل معها قوي جدا، وهو الأصلح لضبط أحوال النساء أنه يقدم العادة على التمييز. طيب، قول المصنف اتفق تمييزها وعادتها، ما معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها؟ يعني أن امرأة يخرج منها الدم لنقول أكثر من 15 يوما بلياليهن، جزمنا أنها مستحاضة، لها تمييز ولها عادة، يقول اتفق عادتها وتمييزها. عادتها قبل استمرار الدم بها 7 أيام، لما جاء الاستحاضة نفس 7 أيام هي الدم القوي، ثم بعد 7 أيام يأتيها دم ضعيف، فحينئذ هي عملت في الحقيقة بالأمرين، بالعادة والتمييز، لكن نقول هي عملت بالعادة لأنها أقوى من التمييز، وإن كانت في حقيقة الأمر عملت بهما معا. هذا معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها، أو اختلفا، بمعنى كان التمييز أكثر أو أقل من العادة. قال بمداخلة أو مباينة. قوله بمداخلة أو مباينة، هذا الجار والمجرور متعلق بالاختلاف، أي بصفة الاختلاف. هذه يعني صورة سهلة، بس أراد المصنف أن يبينها. ما معنى اختلفت بمداخلة؟ المداخلة بمعنى أن تدخل العادة في التمييز، ولها صور. من أجل صورها أن ترى المرأة دما يصلح أن يكون دم حيض تمييزا، ومدته 10 أيام، استحاضتها أكثر من 15 يوم بلياليهن، منها 10 الأيام الأولى دم قوي يصلح أن يكون حيضا، لكن عادتها 7 أيام فقط، فوافق التمييز وقت العادة، شوف وقت العادة اللي هي عادة الزمن، فحينئذ نقول تداخلا، فزاد التمييز عليه ب3 أيام، وهذا معنى قوله اختلفا بمداخلة أو مباينة، أي هذا في وقت وهذا في وقت. صورة ذلك امرأة الدم الذي يخرج منها مستمر 15 يوما بلياليهن، عادتها من حيث الزمن هو أول شهرها، فنقول تمكث أول شهرها أول 7 أيام، ثم بعد انقضاء أول 7 أيام جاءها دم قوي يصلح أن يكون دم حيض، فهذا مباينة، هذا في وقت وهذا في وقت. وقد يكون المباينة والمداخلة نسبية في بعض أجزائه، في الحالتين معا ظاهر الحديث أن المرأة تعمل بعادتها، إن كانت لها عادة عدد وإن كانت لها عادة زمن فتأخذ عادة الزمن كذلك، إن لم يكن لها عادة زمن طبعا من باب الفائدة فإنها تأخذ وقت أول الأيام من الدم القوي دون الدم الضعيف. نعم. ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار. نعم، قوله ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار، قبل أن ننتقل لهذه القاعدة، قد يقول شخص في قول المصنف وإن كانت مميزة أين فيها أنها ترجع إلى العادة؟ نقول لأنها معطوفة على الجملة السابقة، فالجملة السابقة يقول وإذا استحيضت معتادة أو معتادة كانت مميزة رجعت إلى عادتها، هذا مراد المصنف، فجملة المصنف فيها تقديم وتأخير، ربطها مهم
وهذه فائدة الشروح في ذكر القيود في هذه المسألة. نعم، المسألة بعدها وهي مسألة مستقلة عنها، يقول المصنف: ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار. هذه قاعدة في ضبط العادة. نحن قلنا قبل قليل أن العادة تثبت للمرأة المبتدأة بعد تكراره 3 مرات، فنحكم بأن هذه هي عادتها. لكن لو أن عادتها زادت في الشهر الأول والشهر الثاني أو الثالث، فهل تزيد عادتها بعد ذلك؟ سيأتينا حكمها زيادة العادة. لكن لو نقصت، فنقول حينئذ إذا نقصت العادة عن مدتها فمباشرة نحكم بأن النقص علامة طهر. امرأة عادتها 7 أيام وفي هذا الشهر خرج منها الدم 6 أيام فقط، فإن هذا النقص يكون هو الحيض وهو العادة معا إذا كانت مستحاضة فتنتقل إليه. وهذا معنى قول المصنف: ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار، بخلاف الزيادة فإن فيه خلافا سيأتي. ولذلك يعني عبارة صاحب المنتهى: ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها، إذا كان النقص واردا قبل الاستحاضة. نعم. فلو نقصت عادتها ثم استحيضت بعده كأن كانت عادتها 10 فرأت 7 ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست 7 وين؟ نعم، بس هنا إلى هنا هذا مثال للقاعدة ذكرناها قبل قليل. القاعدة هي نقص العادة لا يحتاج إلى تكرار، ضرب لها مثالا قال: فلو، هذا من باب المثال، نقصت عادة المرأة، كانت المرأة عادتها 7 أيام وفي الشهر شهر من الشهور أصبحت عادتها 6 أو 5 ثم استحيضت بعده، أي ورد عليها دم كثير نافع 15 يوما بلياليهن، كان كأن كادت عادتها 10. أنا مثلت بالسبعة، أغير المثال فأقول 10 كما عبر المصنف، كانت عادتها 10 ثم في أحد الشهور قبل الاستحاضة رأت الدم 7 أيام فقط نقص ولم يزد نقص، ثم استحيضت في الشهر الذي بعده، قال ثم استحيضت في الشهر الآخر أي الذي بعد الشهر الذي نقصت عادتها، جلست 7، لأن القاعدة عندهم أن نقص العادة لا يحتاج إلى تكرار بخلاف زيادته، فسيأتي الكلام فيه والخلاف الذي أورده المصنف. هذا مثال وهو سهل. نعم. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز صالح، ولو تنقل من غير تكرار فإن لم يكن لها تمييز أو كان تقول. يقول المصنف: وإن نسيت العادة، هذه قاعدة عند أهل العلم أن من نسي فحكمه حكم الجاهل، أو أن المرأة إذا نسيت عادتها فلها حكم الجاهلة. الفرق بين الناسية والجاهلة للعادة شيء واحد، أن الناسية إذا تذكرت بعد ذلك عادتها فإنها ترجع على الأيام التي خالفت فيها عادتها بقضاء ما وجب عليها، وسيأتي في كلام المصنف. فقط أريدك أن تعلم ما أن الناسية حكمها حكم الجاهلة للعادة، وذكرت هذا في أول حديثي، لكن الفرق بينهما دقيق سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قول المصنف: وإن نسيت العادة، المراد بمن نسيت العادة في هذا المثال أو في هذه الجملة هي المرأة التي كانت لها عادة وتمييز معا، وهو الذي السياق يتكلم عنها. فالمرأة التي لها عادة وتمييز إذا نسيت عادتها، القاعدة قلنا حكمها حكم من جهلت العادة، فكأنها امرأة لها تمييز فقط. وقد سبق معنا ذكرت لكم أن المرأة المستحاضة التي لها تمييز تعمل بتمييزها، هذا الذي قال المصنف، قال عملت بالتمييز الصالح، نفس النتيجة. عرفنا القاعدة، تطبيق القاعدة على كلام المصنف دقيق، وأؤكد على أن قولهم بالتمييز الصالح، لماذا أتوا بكلمة الصالح؟ لكي يعلم أنه ليس كل تمييز يصلح للمرأة، فإن التمييز باعتبار اللون والرائحة وثخن الدم والأوجاع ليس كافيا إلا أن يكون صالحا بأن يكون يوما وليلة فأكثر أو 15 يوما بلياليهن فأقل. يقول المصنف: ولو، انتبه هنا، كلمة ولو هذه مصدرية متعلقة بما سبق، قال: ولو تنقل، أي ولو تنقل التمييز من موضع لموضع، فمرة يكون التمييز في أول شهرها، وأحيانا تميز في وسطه، وأحيانا في آخره. كيف تنقل؟ المرأة المستحاضة سواء كانت جاهلة عادتها أو ناسية عادتها تستحاض 20 يوما، أحيانا تستطيع أن تميز الدم القوي أول 5 أيام، وأحيانا لا، 5 أيام أو 6 أيام الثانية. طبعا قد
من شهر وينقص لآخر، وأحيانا في الأخير فهو يتنقل، فنقول تعمل بالتمييز ولو كان متنقلا ليس ثابتا في وقت معين. قال من غير تكرار، أي ولو أيضا كان من غير تكرار، فلا يلزم عندنا التكرار للعمل بالتمييز، إذ التمييز لا يشترط له التكرار، إذ التمييز لا يشترط له التكرار. إذن انتبه لما أقول لك التمييز لا يشترط له التكرار، لأنه سيعطف عليه المصنف بعد قليل جملة أخرى. نعم. فإن لم يكن لها تمييز أو كان وليس بصالح فهي المتحيرة. نعم، هذه الحالة الثالثة من الحالات، وهي أصعب الحالات. الحالة الأولى سهلة، لها عادة، لها عادة بلا تمييز تعمل بعادتها. الثانية سهلة، لها عادة وتمييز فتعمل بعادتها كذلك، إن نسيت عادتها فتكون كالحالة السابقة التي لها تمييز. هذه هي الصعبة، وهي أشكل الصور، قلت لكم ألف فيها مجلدات، منهم الدارمي من فقهاء الشافعية، كتابه مطبوع هنا في الرياض متداول، وهو إذا كانت المرأة لا تمييز لها ولا عادة كذلك، لأن لو كان لها عادة فقد سبق ذكرها قبل قليل. إذن الحالة الثالثة بحسب إرادة المصنف من لا تمييز لها ولا عادة. يقول المصنف فإن لم يكن لها تمييز أيضا ولا عادة، يعرف ذلك من السياق، أو كان، أي كان لها تمييز وليس بصالح، وعرفنا ما معنى كونه ليس بصالح بأن يكون الدم القوي يخرج أقل من يوم وليلة، أو يكون مستمرا أكثر من 15 يوما بلياليهن، فحينئذ لا نعتبره، أو كان ذلك الدم غير الصالح الذي تميزه وتظنه دم حيض يأتي في وقت لا يمكن خروج دم الحيض فيه، وهو في مدة أقل، في مدة أقل من أقل الطهر الذي يرد بين الحيضتين. قال فهي المتحيرة، وبعضهم يقول هي المحيرة، هكذا في بعض كتب الفقهاء، وذكرت لكم أنها سموها متحيرة لأنها تحيرت، فلم تستطع أن تميز حيضها بنفسها، لا بعادتها ولا بتمييزها، فاحتاجت لأمر خارجي يعني يميز لها حيضها، وهو العمل بالغالب كما سيأتي. أو هي محيرة لأنها بكثرة صورها حيرت أهل العلم، وصور المتولدة في هذه الصورة والسابقات وخاصة هذه الصورة كثيرة جدا جدا جدا، لا يمكن حصرها. نعم. حكمها، نعم تفضل، بدأ في ذكر حكمها فقال لا تفتقر، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار أيضا. نعم، قوله لا تفتقر استحاضتها، أي لا نحكم بأنها امرأة مستحاضة لتكرار، لا يلزم أن يستمر معها التكرار، فإن كل امرأة حكمنا بأنها فقدت العادة والتمييز وقد عبر الدم أكثره فنحكم بأنها مستحاضة مطلقة، ما يحتاج تتكرر معها، أنت مستحاضة لأنها لا عادة لها ولا تمييز، بل حتى إذا كان الدم لم يعبر أكثر الحيض، ما دامت فقدت التمييز أصبحت المرأة تقول ها لا أدري هل هذا الدم الذي يخرج مني دم حيض أم أنه ليس دم حيض، وهذا يرد على بعض النساء إما يعني أمر فعلته أمر معين أو لأحيانا بسبب وسواس، ولذلك دائما وأكررتها في الدرس الماضي أن كثيرا من النساء إذا أصيبت بالوسواس نلغي تمييزها مباشرة، وهذا أمر خاص بها فهي فاقدة للتمييز، كل من أصيبت بالوسواس القهري فيما يتعلق بالطهارة وغيره فنقول إنها فاقدة للتمييز مباشرة، إما أن تكون لها عادة أو لا عادة لها فتكون متحيرة. فقط أردت أن أبين يعني هذا الملحظ المهم الذي نبه عليه بعض أهل العلم أن الموسوسة فاقدة للتمييز. طيب، قوله لا تحتاج تكرار هذه واضحة. قوله أيضا، لماذا قال أيضا هنا؟ هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهو أن المصنف حينما قال من غير تكرار، أي أن التمييز يثبت من غير تكرار، فكذلك الاستحاضة تثبت من غير تكرار. إذن فقوله أيضا إشارة التي ذكرناها قبل قليل، ففهم هذه أيضا على ما عطفها هي كذلك. فقط في حالة واحدة مرت معنا في الدرس الماضي، متى يلزم لنحكم بأن المرأة مستحاضة إلى تكرار؟ هي المبتدأة على مشهور المذهب، فقط هي التي ما نحكم بأنها مستحاضة من أول شهر، وإنما لا بد أن يتكرر معها الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا أكثر من 3 أشهر لنحكم بأنها حينئذ مستحاضة فترجع إلى غالب الحيض. نعم، تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له. نعم، نبدأ بأول مسألة وهو قول المصنف تجلس غالب الحيض،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دل امرأة مستحاضة إلى أنها تحيض في علم الله عز وجل 6 أيام أو 7. هذه 6 و7 هذا الذي يسمى بغالب الحيض، غالب الحيض. وهذا غالب الحيض الذي تمكثه المرأة، التي تمكثه هي التي لا عادة لها ولا تمييز، وحكمنا بأنها مستحاضة. فمن حين حكمنا بأنها مستحاضة، وأكرر مرة أخرى، عرفنا بأنها مستحاضة بأمر، إما لأن دمها عبر أكثر 15 يوما ولم يكن تمييز الحيض منه، أو لاختلاط عندها فلم تستطع تمييز الحيض من غيره، فحينئذ نقول ترجع إلى غالب الحيض، وهذا هو غالب الحيض 6 أو 7 أيام. أرجع أيضا مرة أخرى، هل الاختيار اختيار تشهي؟ نقول لا، وإنما بالقرائن، فتنظر لعادتها قبل الحكم باستحاضتها، أو عادة أخواتها، أمهاتها وجداتها، عماتها وخالاتها، فالأقرب إليهن من 6 أو 7 تأخذه. فإن كان 7 فأكثر، فيكون غالب حيضها 7، وإن كان حيضهن 6 فأقل، فيكون غالب الحيض 6 أيام من دمها. إذن هذا الذي تأخذه، وهو القاعدة ذكرناها قبل قليل، أن المستحاضة تعمل بالعادة، فإن لم يكن فبالتمييز، فإن لم يكن فبغالب الحيض. قلت لكم هذه القاعدة في أول افتتاح درسنا اليوم. نعم، لكن العمل بغالب الحيض له قيد، وهذا القيد نقول إنه شرط، وإن شئت تسميه محل اعتبار عمل المرأة بغالب الحيض. قال المصنف: إن اتسع شهرها له. هذه الجملة بس تحتاج إلى يعني توضيح، وتوضيحها سيأتي في كلام المصنف، لكن سأقدمه بعض الشيء. قول المصنف: إن اتسع شهرها، الضمير عائد للمرأة المستحاضة. مر معنا أن هناك شهر يسمى شهر المرأة، وهناك شهر هلالي، نحن نتكلم عن شهر المرأة. ما هو شهر المرأة؟ شهر المرأة هو الذي اجتمع فيه أمران: حيض صحيح وطهر صحيح. حيض صحيح وطهر صحيح. أقل ما يمكن أن يكون شهرا للمرأة كم؟ 14 يوما بلياليهن ولحظة، وتزيد عنه بلحظة لكي يكون انقضى الشهر الكامل. شهر المرأة أقل شيء 14 يوما بلياليهن، لأن الطهر أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، وأقل الحيض يوما بلياليه. هذا أقل شهر يمكن أن يكون المرأة. يقول المصنف: إن اتسع شهرها له، أي اتسع شهرها لغالب الحيض. ومعنى ذلك أن المرأة، انتبه معي في هذه المسألة، أن المرأة إذا كان شهرها أقل من 19 يوما فإنه لا يتسع شهرها له. لماذا قلنا هذا الشيء؟ انتبهوا معي، هي درسنا اليوم فيه حساب كثير جدا. انظروا معي، غالب نحن قلنا أقل الطهر كم؟ 13 يوما بلياليهن، أليس كذلك؟ وأقل الحيض كم؟ يوما بليلته، فالمجموع 14 يوم، هذا أقل شهر يكون المرأة. بدل من أن نأخذ يوما بلياليها، لنأخذ غالب حيض النساء. كم أقل غالب، أقل غالب حيض النساء؟ 6 أيام. فستة إضافة لأقل الطهر كم؟ 19 يوما بلياليها. إذا اتسع الشهر فكان كذلك مقبول، لكن لو كان أقل من 19 فكان 18، لا يمكن أن يكون حيضها غالب الحيض. كيف؟ لو كان شهرها شهرها قبل ذلك، كان شهرها لنقول 18 أو 15، خلنا نقول 15، لو أخذنا غالب الحيض 6 أيام كم بقي؟ 9 لا يمكن أن يكون طهرا. تصورتم كيف؟ إذن لا يمكن. إذن العبرة بشهرها الذي اعتادته قبل ذلك. فحينئذ عندما إذن فقول المصنف: إن اتسع شهرها له، نقول بأن يكون 19 يوما فأكثر. نعم، الشيخ منصور قال 20 يوم، ومن عندي أقول 19، لأنه إذا قال 20 بناء على 13 مع 7، ونحن نقول 13 مع 6، فنأخذ بالأقل حين ذاك. إذن فناسب أن نقول إنه 19 يوما، وعرفنا كيف حسبناه. طيب،
وإلا أي وإن لم يتسع لذلك بأن كان شهرها الذي تحيض فيه عادة أقل من 19 يوما بلياليهن. نعم. وإلا جلست الفاضلة بعد أقل الطهر. نعم. نقول وإن لم يكن إن كان شهرها أقل من ذلك فحينئذ نقول نجعل لها غالب الطهر وهو 13 يوما بلياليهن وما زاد يكون حيضها. فمن كان شهرها 15 يوما فإذا كانت مستحاضة فإنها تحيض في كل خمس، نحكم بأن الدم الذي خرج منها في كل 15 يوما يومان حيض والباقي استحاضة. ومن كان شهرها 18 يوما فنحكم بأن حيضها 5 أيام فقط والباقي استحاضة أو طهر. نعم. كأن يكون شهرها 18 يوما فإنها تجلس الزائدة عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط. نعم. هذه مثل مثال ذكرتها قبل قليل، إذا كان شهرها 18 يوما فإنها تجلس الزائدة عن أقل الطهر، أقل الطهر 13 يوما فالزائد هو 5 أيام، وذاك قال وهو هنا 5 أيام. نعم. وهو هنا 5 أيام لئلا ينقص الطهر عن أقله. نعم. لأن الطهر هذا قاعدة كلية غير مستثنى، لا يستثنى منها شيء، بينما الغالب النساء أحيانا تعمل بالغالب وأحيانا يكون حيضهن أقل من ذلك، فالحكم بالغالب أغلبي وليس كليا، بخلاف أقل الطهر فإنه حكم كلي. نعم. وإن جهلت شهرها جلسته من شهر هلالي. نعم. هذا النوع الثاني وهو المرأة التي تجهل شهرها، تقول ما أدري كم شهري، فاقدة للتمييز وفاقدة للعدل، وتقول أصلا ما أعرف شهري، وهو غالب النساء قد لا تعرف شهرها. ومعرفة الشهر متعلق بعادة الزمن في الغالب. طيب، قال وإن جهلت شهرها جلسته، أي جلست هذه المدة من شهر هلالي، وتجلس معه أغلب الحيض، فتجلس معه أغلب الحيض وتجلس معه عفوا أغلب الطهر، فيكون كل شهر هلالي 29 يوم أو 30 يوم، تأخذ منه 6 أيام أو 7 بحسب حالها حيض، وما زاد عن هذا الشهر الهلالي 29 أو 30 يوم تجعله طهرا. وقد مر معنا مر معنا في الدرس الماضي أن غالب الطهر هو بقية الشهر، وعرفنا عدده، وأنه إذا كان الشهر ناقصا وكانت المرأة أكثر غالب الحيض فإنه حينئذ يكون كم؟ 22 يوما، أليس كذلك؟ وإن كانت أخذت الأقل من غالب الحيض والشهر تاما فإنه يزيد يومين فيكون 24 يوما. وشهر المرأة. نعم. بدأ يتكلم الآن المصنف عن شهر المرأة الذي شرحته قبل قليل إجمالا، فنمر عليه بسرعة. هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان. نعم. قال وشهر المرأة ما هو؟ إذا عبرنا شهرها أو قلنا شهر المرأة، فهو الذي يجتمع لها، اعتادت أن يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان. حيض بأن زاد عن يوم وليلة ولم يتجاوز 15 يوما بلياليهن، بأن بلغ يوما فليلة فأكثر، بأن بلغ يوما فليلة وليلة فأكثر، ولم يجاوز ويزيد عن 15 يوما بلياليهن، وطهر صحيحان، لا بد أن الطهر كذلك يكون 13 يوما بلياليهن فما زاد. نعم. وأقل ذلك 14 يوما. نعم. هذه مرت معنا قبل قليل، أقل شهر يمكن أن يكون المرأة 14 يوما بلياليهن، ومر معنا معرفة ذلك. يوم للحيض و13 للطهر. نعم. لأن هذا هو أقل الحيض وهذا أقل الطهر. ولا حد لأكثره. نعم. قوله ولا حد لأكثره، الضمير يعود لأول مذكور في الجملة وهو شهر المرأة، فلا حد لأكثر شهر المرأة، لأن أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن، وأما أكثر الطهر فلا حد له. أكثر الطهر لا حد له، فقد تحيض المرأة في السنة مرة وقد تحيض في السنتين مرة، فلا حد لأكثر شهرها. وغالبه الشهر الهلالي. نعم. هذا ذكرناه قبل قليل، أن غالبه الشهر الهلالي وهو ما ذكرته قبل قليل. نعم. ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها ويتكرر. نعم. هذه مسألة وقاعدة من القواعد المهمة، كيف تعرف المرأة عادتها. ذكر المصنف أن المرأة لا تكون معتادة إلا بأربعة قيود. القيد الأول أن تعرف شهرها، والمراد بقوله أن تعرف شهرها يعني الوقت والفترة التي يجتمع لها فيها طهر وحيض معا، إذا اجتمع لها طهر وحيض معا. طيب، فإن كان طهرها يمتد فنقول إن شهرها لا أكثر له، فهو معروف حده الأقل يجب أن لا ينقص عن 14 يوما بلياليهن، وأما أكثره فقد تجهله تقول لا أدري، فقد يكون أكثره كذلك.
قد يكون قريبا. بعض النساء تقول تتأخر عليها عادتها يوما أو يومين أو ثلاثة، نقول هذا مقبول لأن هذا يعتبر أيضا من التغير المعتاد، وسيأتينا إن شاء الله في التنقل بعد قليل عندما نتكلم عن تنقل العادة. إذن هذا ما يتعلق بمعرفة شهرها. قال ووقت حيضها، هذا القيد الثاني، بأن تعرف حقيقة ابتداء الحيض، ابتداء حقيقة الحيض، لأن بعض النساء قد يخرج منها دم تقول لا أعرف هل هذا الدم الذي خرج مني الآن أهو دم حيض أم دم نفاس، أهو دم حيض أم دم استحاضة. فنقول هذه المرأة ليست عارفة وقت حيضها، يعني ابتداءه. قوله وقوله وطهرها، أي ووقت طهرها، وهو وقت ابتداء الطهر وانتهاء الحيض، فتكون عارفة للابتداء وعارفة للانتهاء. وفي الدرس القادم إن شاء الله سأتكلم ما هي العلامات التي تعرف بها المرأة ابتداء حيضها وانتهاء حيضها وابتداء طهرها، وهي من أهم المسائل المتعلقة بباب الحيض إن شاء الله عز وجل. الأمر الرابع أن يتكرر، والمراد بالتكرر على المعتمد ثلاث مرات، خلافا لما نقله القاضي في الروايتين، عن رواية عن أحمد أنه يتكرر مرتين، والصواب أنه لا تثبت العادة إلا بالتكرر ثلاث، لأن الثلاثة حد للتفريق بين القلة والكثرة، والحد يرجع إليه في ذلك. وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر هلالي. نعم، هذه مسألة جديدة يمكننا أن نعنون لها بأحوال معرفة المرأة المستحاضة ابتداء حيضها، يعني المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم حيض وغيره، متى يمكنها أن تقول إن هذه الأيام هي التي دم الحيض وما عداها ليست دم حيض؟ هل تأخذ الأول أم تأخذ الأخير أم تأخذ الوسط؟ هذا مراد المصنف. يقول المصنف طبعا هو لها أربع حالات، والحالة الرابعة بعيدة جدا بعد صفحة ونصف، فلذلك سأورد الحالات الأربع إجمالا لكي نعرف الربط الذهني بينها، ثم بعد ذلك نقف عند كل مسألة من الحالات الأربع. الحالة الأولى أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، والحالة الثانية أن تكون ناسية للعدد والموضع معا، وأنا آتي بترتيب المصنف. والحالة الثالثة أن تكون عالمة بالعدد والموضع معا، والحالة الرابعة أن تكون عالمة بالموضع ناسية للعدد. هذه الصور الأربع، هذه الصور أربع أوردها المصنف لكنها مفرقة، فمن المناسب جمعها في هذا الموضع. وكما تعلمون أن معرفة الأنواع والتقاسيم هي أصل من أصول الفقه، نبه على ذلك الشمس الزركشي في مقدمة كتابه العظيم كتاب المنثور، وهو كتاب جليل، ذكر فيه أن من طرق تحصيل الفقه معرفة الأقسام الحاصرة، والأقسام موجودة في كلام المصنف وإنما جمعنا المتفرقة منها. أول صورة مما أورده المصنف في معرفة ابتداء الحيض، الحالة الأولى التي إذا كانت عالمة بالعدد ولكنها ناسية للموضع. قال المصنف وإن علمت عدد أيامها، يعني عالمة بعدد أيامها، نسيت موضعها، لها عادة عدد، ناسية الموضع ليست لها عادة زمن، هذا معناه، لها عادة عدد وليس لها عادة زمن، واضح؟ لها عادة عدد لا عادة زمن. قال جلستها، أي جلست أيام حيضتها التي تعرفها من أول كل شهر هلالي، فمن أول كل شهر هلالي يأتي فيها دم يخرج من المرأة فتحسب عادتها باعتبار العدد فتجلسه. المرأة يأتيها دم 17 يوما بلياليهن، وعادتها قبل استحاضتها 5 أيام، جيد، ولكنها لا تدري متى يأتيها الدم، فيستمر 17 يوما وينقطع يوم، ثم يرجع بعد ذلك 17، يعني يوم منقطع هكذا. فنقول كل رأس شهر هلالي أمكثي عادتك 5 أيام بلياليهن، ثم اغتسلي، وكل دم يخرج بعد ذلك فهو دم فساد واستحاضة. هذه الحالة الأولى أنهيناها. الحالة الثانية وكذا من عدمتهما. نعم. ومن عدمتهما يعني عدمت العدد وعدمت العلم بالموضع، هذه هي الحالة الثانية، وهي أن تكون المرأة ناسية للعدد والموضع معا. فإن المرأة إذا كانت ناسية للعدد والموضع فإنها تجلس ليس عدد الأيام لأنها لا تعرف عددها، وإنما تجلس غالب الحيض. نحن قلنا إن المرأة المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض،
تجلس غارب الحيض، لكن متى؟ من أول كل شهر هلال. ليس معناه أول كل شهر هلالي رقم اليوم رقم واحد من الشهر، لأن قد يكون يوم واحد واثنين وثلاثة ليس لها دم خارج منها، فنقول لا، من أول دم يخرج في رأس الشهر الهلالي. قد يكون خرج الدم اليوم الأول، قد يكون خرج اليوم الثاني، قد يكون الخامس، قد يكون أول الشهر لا دم معها، فنقول أول دم من رأس الهلال يصلح يعني أن ينسب إليه الحيض، فإنه حينئذ نحكم بأنه حيض. إذن هذا معنى قوله وكذا من عدمتهما، أي عدمت معرفة العدد ومعرفة الموضع، فهي فاقدة لعادة الزمن وعادة الوقت معا، عادة الزمن وعادة العدد معا. نعم. الحالة الثالثة، فإن عرفت ابتداء الدم فهو أول دورها وما جلست ناسية من حيض المشروع. طيب نقف هنا. يقول المصنف فإن عرفت ابتداء الدم فهو أول دورها، هذه هي الحالة الثالثة، وهي أن تكون المرأة عالمة بالموضع وعارفة بالعدد معا. فإنها إذا عرفت الموضع والعدد فإنها تمكث حينئذ في الموضع الذي تعرفه بالعدد الذي تعرفه. هذا معنى قول فإن عرفت ابتداء الدم فهو أول دورها، فيكون دورها فيه واضح، فتجلس هذه الأيام التي اعتادتها حين ذاك. نعم. هذه مسألة بعدها، تفضل. وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن وغيرهما استحاضة. نعم. هذه مسألة جديدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن المرأة المستحاضة حكمنا مع خروج الدم الذي يخرج منها أن جزءا منه حيض وأن جزءا منه دم فساد. ما حكم هذه الأحكام؟ قال وما جلسته ناسية، أي ناسية سواء لعدد أو لموضع، من حيض مشكوك فيه. هذا من باب الحاق الناسية بالجاهلة. قال من حيض مشكوك فيه، يعني شاكة أهو حيض أم لا، كحيض يقينا، مع أنها كانت عالمة ثم نسيته، لكن نزلنا الناسية منزلة الجاهلة، فنقول حكمه حكم الحيض اليقيني المتيقن، إلا في حالة واحدة إذا تذكرت بعد ذلك، وسيأتي في كلام المصنف. قال وما زاد تجلسه إلى أكثره، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن، يعني ما زاد عن الغالب الحيض مثلا أو نحو ذلك، فإذا جلست إلى أكثر الحيض فإنه يعتبر طهرا، إلى 15 يوما بلياليهن فإنه يعتبر طهرا. قال وغيرهما، أي وغير هذين الأمرين، غير المتيقن بأنه حيض، إما لكونه عادة أو لكونه غالب الحيض، أما لكونه تمييزا أو لكونه غالب الحيض، فإنه وما زاد عنه إلى 15 يوما بلياليهن فهو استحاضة، قطعا أنه استحاضة لأنه زاد عن 15 يوما بلياليهن. طبعا بس من باب الفائدة، قول المصنف وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن، ذكر مرعي أنه يتجه عنده أن ما زاد فإنه لا يكون كالطهر وإنما يكون كالاستحاضة، والفرق بينهما في قضية الوطء، لأن المستحاضة لا يؤذن بوطئها كما يؤذن بوطئ الطهر المتيقن، فيقول لو قلنا إنه استحاضة لكان أولى. والحقيقة أن احتياط يعني احتياط المرعي متجه، يعني قول مرعي اتجاه مرعي متجه من باب الاحتياط على قواعده. نعم. وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها. نعم. هذه واضحة. إذا ذكرت المرأة المستحاضة التي كانت لها عادة ثم نسيتها، إذا ذكرتها بعد ذلك سواء ذكرت موضع العادة أو ذكرت عددها، فإنها ترجع إليها، أي ترجع إلى عادتها، وقضت الواجب في زمن العادة المنسية، في زمن العادة المنسية عددا أو زمنا تقضي، إذا تبين لها أنه وجب عليها في ذلك الوقت عبادات وهو الصوم مثلا، وتقضي أيضا ما يجب عليها مما يعني فعلته. وزمن جلوسها في غيره، يعني إذا جلست في غيره وصلت ثم تبين بعد ذلك أنه حيض فإنها تقضي ذلك كذلك، لأنه ليس زمن حيض. نعم. وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز،
مثل مبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها. نعم، يعني وكذا الحكم، فإن المرأة تجلس غالب الحيض هنا في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، مثل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها، فإن في هذه الحال فإنها تجلس غالب الحيض نفس الشيء، ويكون غالب الحيض هو الحيض وما زاد إما طهر أو استحاضة. وإن علمت أيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها، كأن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، فحيضها من أولها أو بالتحري، وليس لها حيض بيقين، وإن زادت على النصف مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأولى، ضم الزائد وهو يوم إلى مثل ممن قبله وهو يوم، فيكونان حيضا بيقين. طيب، خلنا نأخذ المسألة الأولى وهي قول المصنف: وإن علمت أيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها، كأن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، فحيضها من أوله أو التحري. هذه المسألة يعني في الحقيقة في إرادها إشكال. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن المصنف هنا خير المرأة بين أمرين. قبل أن أورد صورة المسألة أريد وجه الإشكال، فذلك قال: فحيضها من أولها، أي من أول الشهر، أو بالتحري، أو بالتحري، أو تتحرى هي وتجتهد. فهنا جعل الحكم مخير، فكأنه يجوز لها الأمران. والحقيقة أن الفقهاء لم يخيروا المرأة، وإنما قالوا إن المسألة فيها وجهان، فيها وجهان. فتعبير المصنف بقوله أو يدل على التخيير بين القولين، وليس كذلك، وإنما هما وجهان. فبعضهم قال إنها تعتبر حيضها من أول شهرها، وبعضهم قال إنها تتحرى فتنظر ما هو الوقت الذي تظن أنه وقت حيضها، فحينئذ تجعله حيضها وما زاد يكون كذلك. إذن تعبير المصنف هذا ليس دقيقا من هذه الجهة الأولى. من الجهة الثانية أن هذه المسألة هي عين المسألة السابقة. لو تتأمل المسألة قبلها وهي قوله: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر هلالي، نفسها. وإن علمت أيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها، قال: فحيضها من أولها، أي الشهر الهلالي، أو بالتحري. فالمسألة شبيهة بها، بل هي متفرعة عليها، وهو كذلك. وممن جزم بذلك صاحب الإنصاف، فإنه قال: هي المسألة بعينها. هكذا قال صاحب الإنصاف: هي المسألة بعينها، لأنها هناك علمت عدد أيامها ونسيت موضعها، وهنا كذلك. ثم أورد الفرق بين المسألتين، قال: إلا أن هذه محصورة في جزء من الشهر، يعني أنها تعرف، يعني نسيت الموضع لكنها تعرف تقريبا أنه في النصف الأول من الشهر أو في النصف الأخير من الشهر، فقط هذا هو الفرق، وإلا هي نفس المسألة السابقة. إذا عرفت ذلك، فالصواب في قول المصنف: فحيضها من أولها أو بالتحري، الصواب أن نقول: فحيضها من أولها فقط، لأنه جزم قبل ذلك بأنه تحيض من أول كل شهر هلالي، فهناك جزم وهنا تردد، فالصواب ما ذكره هناك، وجزم بما ذكرت لك صاحب الإنصاف. إذن هذه هي المسألة التي أردت أن أوضح لك، فهي متفرعة عن السابقة، فرقها بين السابقة شيء يسير كما ذكرت لك. أرجع المسألة كما هي. يقول المصنف: وإن علمت أيامها، يعني تعرف مدة حيضها فهي معتادة عدد، في وقت من الشهر ونسيت موضعها، لا تعرف أهو أول الشهر أم وسطه، لكن تعلم أنه في النصف الأول مثلا، أو في النصف الأخير، أو في النصف أو في الثلث الأوسط وهكذا. قال المصنف: كأن، هذا مثال الأول، كأن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، يعني هي تعلم أنه في النصف الأول من الشهر، وأيامها التي اعتادتها نصفه فأقل، نصف المدة التي في ذهنها. قال: فحيضها من أولها، فتأخذ أول المدة التي تظن أنها فيها ولا تتحرى فيها، وهذا هو مقتضى المذهب كما ذكرت لكم عن الإنصاف والمنصور وغيره. وأما قوله بالتحري فهو وجه في المذهب، والصواب الذي يقتضيه المذهب قوله من أولها.
وليس لها حيض بيقين، بل هي مشكوك لها في هذه الحالة. الصورة الثانية وإن زادت عن النصف بأن كانت تظن أنه في مثلا في 10 الأيام الأولى ولكن حيضها 6 أيام أكثر من نصفه، قال وإن زادت عن النصف أي زاد الأيام التي تعلمها عادة عن النصف الذي تعلم أن حيضها يخرج فيه، مثل أن تعلم أن حيضها 6 أيام من 10 الأول، تعلم أنها تحيض في أول 10 أيام ومدة حيضها 6 أيام، قال ضم الزائد أي الزائد على النصف، الشهر 10 نصفه 5 وعادتها 6، فالزائد عن 5 كم؟ يوم واحد. قال ضم الزائد وهو يوم واحد إلى مثله مما قبله وهو يوم، فيكونان أي اليوم 5 والـ6 حيضا بيقين، يبقى لها 4 أيام، فإن جلستها من الأول هل سنأتي بعد قليل. ما معنى هذه الصورة؟ أضرب وأبسطها باختصار. امرأة لها عادة تعرف عادتها لكنها مستحاضة، الدم يخرج منها أكثر من 15 يوما بلياليهن مثلا، نقول هل تعلمين موضعها؟ إن قالت نعم نقول امكثي عادتك 5 أيام في الموضع الذي تعلمينه. قالت لا أعلمه، فنقول امكثيه من أول شهر هلالي، انتهينا. قالت أنا أعلم موضعه ولا أعلم يعني وقته ولا أعلم موضعه، أعلم أنه في النصف الأول من الشهر أو الثلث الأول من الشهر. نقول تعالي، إذا كان الدم الذي يخرج أكثر من نصف الموضع الذي حددته، الموضع 10 أيام وعادتها 6، فنقول إن يوما وهو الزائد اليوم 6 وأضف له يوما قبله وهو 5، هذان اليومان حيض بيقين قطعا أنه حيض، لأنه إذا جعلت 6 من أول 10 أيام أو 6 من 10 من الأخير، فستجد أنهما القاسم المشترك بينهما هو اليوم 5 والـ6، 5 والـ6 ماذا؟ حيض بيقين، والباقي مشكوك فيه. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنها إذا تذكرت، شوف إذا تذكرت عادتها فما كان في اليقين انتهينا، ما يرجع له لأنه يقين، بخلاف الأولى فإن حيضها كله مشكوك فيه. طيب، قال فإن جلستها من الأول، هذا المثال ذكرت لكم قبل قليل، كان حيضها من أول 10 إلى 6، حيضها من يوم الأول إلى 6، وإن جلستها من الأخير فحيضها من 5 إلى 10، فقطعا 5 والـ6 كذلك. قال منها يومان حيض بيقين وهما 5 والـ6، والأربعة حيض مشكوك فيه سواء كانت قبل 5 والـ6 أو بعد 5 والـ6، أو بعضها قبل 5 والـ6 وبعضها بعد 5 والـ6. درسنا اليوم يعني فيه الحساب كثير، ومعلم الرياضيات، أظنك معلم رياضيات شيخ أو غيرك، ومعلم الرياضيات اليوم يمكن يعني قد يناسبهم درس اليوم. تفضل شيخنا. وإن جلست بالتحري يبقى لها 4 أيام، قلنا حيض مشكوك فيه شرحتها. نعم. وإن جلست بالتحري فأداها اجتهادها إلى أنها من أول 10 فهي كالتي ذكرنا. طيب، هذه على الوجه الثاني على المذهب، هذا بناء على الوجه الثاني ذكرنا قبل قليل أنه ليس هو المذهب، وهو أن تجلس بالتحري. قال إن جلست بالتحري فأداها اجتهادها إلى أنها أول 10 فهي كالتي ذكرنا، باعتبار أن ما زاد عن النصف يضاف إليه مثله فيكون يومان بيقين، وما زاد مشكوك فيه. نعم. وإن جلست 4 من آخر 10 كانت حيضا مشكوكا فيه، والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه. هذا مثال للتحري وكانت عادتها أقل من النصف، فهذا المثال يصلح أن يكون في المقدمة لما ذكر العادة التي هي أقل من النصف، إنما قال فحيضها من أولها وبالتحري وليس لها حيض بيقين. مثاله بالتحري إذا جلست 4 من 10، الأربعة التي هي عادتها من 10، الفترة التي يعني تعلم أن حيضها ينزل فيه، من آخر 10 كانت حيضا مشكوكا فيه، كل 4 حيض مشكوك فيه، والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه كذلك. وإن قالت حيضي 7 أيام من 10 فقد زادت 2 على نصف الوقت، فتضمها إلى 2 قبلهما، فيصير لها 4 أيام حيضا بيقين من أول 4 إلى آخر 7، ويبقى لها 3 أيام تجلسها كما تقدم. نعم، هذه سهلة جدا، هذه بدل ما تكون حيضها عادتها 6 صارت عادتها كانت عادتها 7، ف
فما زاد عن النصف كم؟ 2 و 6 و 7، ونضم إليهما مثليهما فيكون اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذا يقين حيض بيقين، وما زاد عنه مشكوك فيه. هذه سهلة. وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات كما تقدم. نعم، يقول حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات، فتترك العبادات الصلاة والصوم والطواف وغيره مما يشترط له الطهارة، ومثله أيضا غير العبادات كترك الوطأ ووجوب الغسل كذلك وغيرها من الأمور المتعلقة به. قال كما تقدم معنا هناك، لكن ما فائدة ما أثره أثر المشكوك فيه إذا تذكرت، فإننا نقول تقضي ما وجب عليها فيه كما مر معنا. وإن شئت أسقطت الزائد من أيامها من آخر المدة ومثله من أولها، فما بقي فهو حيض بيقين، والشك فيما بقي من الوقت المعين. وإن طيب بس لهنا. هذه قوله وإن شئتها في نسخة وإن شاءت، لا يعني الأثر لا فرق بينهما. هذه في الحقيقة هي طريقة أخرى في الحساب، طريقة حسابية بحتة، والذي يبدو لي والله العالم أن الشيخ موسى يحب الحساب كثيرا. مر معنا تذكرون في القلتين فصل في الحساب تفصيلا طويلا وألف فيها رسالة مفردة، فهو يعني يحب الحساب ويجيده، لأن من الناس من لا يجيد الحساب، كما ذكر السيوطي عن نفسه أنه لا يجيد الحساب، ولذلك تجد في كتابه هو أكثر من غيره كثير من مسائل حسابية، وربما أشار لمسائل الدور وهي مسائل حسابية التي يكون فيها مجهول ومجهولان سين وصاد، وغالب المسائل المجاهيل اللي هي نوع من أنواع الجبر في المعادلات هي موجودة في مجهول واحد، لكن يوجد مجهولان سيأتينا إن شاء الله في الوصايا وسيأتينا في الهبات. نعم، يقول وإن شئت أي طريقة أخرى أسقط الزائدة من أيامها من آخر المدة، يعني ما زاد من الوقت الذي قدرته عن عدد أيامها فأسقطه، مثلا إذا كانت أيامها أو عادتها 6 والوقت الذي جعلته 10 أيام، فأسقط 4 من الأول ومن الأخير، فأسقط 4 من آخر المدة ومثله من أولها، تسقط 4 من الأول و4 من الأخير، فما بقي ما بقي أي من المدة بين الأول والأخير فهو حيض بيقين، هي نفس النتيجة هي نفس النتيجة، والشك فيما بقي في الوقت المعين. نعم. وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض. هذه هي الحالة الرابعة، قلت لكم الحالة الرابعة بعيدة جدا، هذه هي الحالة الرابعة، وهي أن تكون المرأة عالمة بموضع عادتها لكنها ناسية للعدد، فهي معتادة زمنا ناسية لعادة العدد، وهذه يعني مسألة. قال المصنف وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض، يعني جلست في الموضع غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فكدم زائد على أقل حيض مبتدئة، فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره لم تقضي وعنه تصير إليه من غير تكرار، اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره. نعم، هذه مسألة يعني مستأنفة جديدة تتكلم في قضية العادة، أن المرأة المعتادة المميزة إذا كان لها عادة وتمييز معا إذا زادت عادتها أو تغيرت هل تعمل بهذا التغير أم لا؟ ذكر المصنف قولين وهذان القولان مهما. يقول المصنف وإن تغيرت العادة بزيادة، هذا النوع الأول من التغير بأن تزيد عادتها 6 أيام، في الشهر الذي بعده زادت يوما فأصبحت 7، فوافقت العادة التمييز، ليست مستحاضة، لم نحكم بأنها مستحاضة، بل زادت في يوم الأيام كثيرا ما تزيد العادة لأسباب نفسية مثل أيام اختبارات الآن مثلا، بسبب حمل ثقيل إجهاد، أسباب كثيرة جدا، يعني تغذية أيضا لها دور، وهكذا هذه الزيادة وكانت المرأة مميزة هل نعتبره حيضا أم لا؟ سيذكر المصنف قولين، القول المقدم أنه لا يعتبر عادة ملحقة بالعادة السابقة حتى تتكرر، والثاني أنه يعمل بذلك التمييز وتتغير العادة به مباشرة. طيب، هنا المصنف فقط من باب الفائدة قوله بزيادة، يعني كانت 5 وفي شهر جماد الأول الذي نحن فيه الآن أصبحت 6، هذا معناه، لم يذكر النقص،
لأنه سبق معنا إن كنت تذكرون قبل نصف ساعة أو ساعة قال إن العادة إذا نقصت ترجع إليها ولا تحتاج إلى تكرار، فلذلك لم يذكر النقص هنا. طيب قال أو تقدم، إيش معنى تقدم؟ كأن يكون حيضها مثلا في أول الشهر 5 ثم يصير في شهرها الذي بعده يوما في الشهر الذي قبله وأربعة في الشهر الذي تحيض فيه عادة، فهنا تقدم عن موعد شهرها هي، أو تقدم عن نعم عن شهرها. قوله أو تأخر، تأخر أن يكون حيضها 5 من أول الشهر فيصير مثلا 5 من الثاني الشهر الثاني وهكذا. قال أو انتقال، مثل أن يكون في 5 الأولى من الشهر ثم يصير في 5 الثانية من نفس الشهر، هذا الانتقال. هذا التفسير للانتقال أو التأخر أو التقدم هو الذي فسره به ابن المنجى بنصه، وأنا نقلت تفسير ابن المنجى لأنه أدق من تفسير بعض المتأخرين. قوله فكدم زائد على أقل حيض مبتدأة، مر معنا أن المبتدأة إذا زاد عن يوم وليلة لا نعتبره ولو كانت تميزه حتى يتكرر 3، فحينئذ لا يلتفت إليه حتى يتكرر 3 مرات، فإذا تكررت الزيادة أو التقدم أو التأخر أو الانتقال حكمنا بأن العادة انتقلت إليه فترجع للشهور الثلاثة الماضية فتقضي ما فاتها حين ذاك. إذن هذا قوله في قوله على أقل حيض مبتدأ، هذا هو مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى وقدمه صاحب الغاية وقدمه المصنف هنا. قال فلو لم يعد، يعني هذا التغير بزيادة أو بتقدم أو بتأخر أو انتقال جاء شهرا واحدا فقط من غير تكرار، فإنه لا تلتفت إليه ونحكم بأنه استحاضة. أو أيست قبل تكراره، بلغت أو أنهت 50 ودخلت في 51 قبل أن يتكرر فكذلك لم تقضي، أي لم تقضي ما فاتها، لأننا نحكم حينئذ بأنه دم فساد، وقلت لكم هذا الذي جزم به صاحب المنتهى والغاية وغيره. هنا ذكر المصنف خلافا، والخلاف هذا قوي جدا جدا، وذكرت أكثر من مرة أن المصنف في الغالب لا يذكر الخلاف إلا أن يكون قويا، لا يذكر أي خلاف في المذهب وإنما يذكر الخلاف القوي. ومن اللطائف أن أغلب الخلاف، ولا أقول كله، وإنما أغلب الخلاف الذي يريده المصنف هو اختيارات الشيخ تقي الدين، إما أن يصرح باسمه أو بعدم، وهذا يدلنا على أمر مهم وهو أن العناية باختيارات الشيخ من ما عني به المتأخرون من بعد الشيخ، ويكفيك أن تنظر في كتاب غاية المطلب وهو من أهم كتب المذهب المختصرة المحررة الدقيقة للجراعي، فإنه يذكر غالبا اختيارات الشيخ تبعا لما ذكره الشيخ ابن مفلح ابن مفلح. نعم. قال وعنه، أي وعن الإمام أحمد، وهذه رواية أخذت من إيمائه في مسائل مما نقله عنه إسحاق بن منصور كوسج، تصير إليه من غير تكرار لأنها معتادة مميزة، زادت حيضتها في شهر عن يوم فتذهب إليه، انتقلت تقدمت تأخرت تذهب لعادتها ما دامت مميزة، ولم نحكم بأنها امرأة مستحاضة. انتبه لهذا المسألة. قال المصنف اختاره جمع، أي جمع من أصحاب الإمام أحمد، من هؤلاء الموفق في المقنع، ومنهم ابن عبيدان، ومنهم الشيخ تقي الدين، ومنهم ابن قاضي الجبل في الفائق، وممن صوبه صاحب الإنصاف، ومن تبعه من المتأخرين مثل الشويك وغيره دائما يتابعون صاحبه. قال اختاره جمع وعليه العمل. قوله عليه العمل يعني عليه الفتوى، نص على أن عليه العمل مرعي وموسى هنا وقبلهم صاحب الإنصاف، ولا يسع النساء العمل بغيره. وصدق، يعني لو أخذنا بالرواية الأولى مشقة على النساء شديدة جدا، أضرب لكم مثالا في الزيادة، وأما الانتقال فهو أصعب وأشق. فلو أن امرأة عادتها 5 ثم زادت 6، نقول أول شهر السادس اليوم السادس لا تعتبره، ثم الشهر الذي بعد لا تعتبره، الشهر الثالث تنتقل إليه، إذا تكرر 3 تنتقل إليه، ويترتب على انتقاله أنها تصلي هذه الأشهر 3 وتصوم، ثم إذا انتقلت تقضي الصوم الذي وجب عليها في هذه المدة. وهذا فيه مشقة كبيرة جدا على النساء، وفيه يعني تردد، وكثير من النساء في كثير من الأوقات تزيد، وأمر طبيعي تزيد في أشهر أو تنتقل وتتقدم وتتأخر. ولذلك القول الثاني الذي
أومأ المؤلف لاختياره، ومنهم قلت لكم الموفق والشارح ابن أبي عمر وغيرهم عليه. نعم. وإن طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة فهي طاهر تغتسل وتصلي ولا يكره وطؤها. نعم، هذه المسألة تسمى أحكام النقاء، والنقاء عندنا نوعان، نقاء في الحيض ونقاء في النفاس. ومعنى النقاء معنى أن المرأة يأتيها حيضها الذي اعتادته ثم ينقطع شيئا يسيرا ثم يعود بعد ذلك. هذا الانقطاع اليسير هل نحكم بأنه طهر أو ليس بطهر؟ هذا الذي ذكره المصنف. قال وإن طهرت في أثناء عادتها، عادتها 7 أيام مثلا، ثم بعد 3 أيام جاءها جفاف تام. وسأذكر الآن كيف نعرف النقاء في هذه الحالة، وهذه المسألة مهمة سأذكرها مرة أخرى في الدرس القادم عندما نعرف كيف انتهاء الحيضة. قال في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها. هذا الذي يسميه العلماء بخلوص النقاء، بأن المرأة إذا احتشت قطنة في مخرج الحيض ثم تركتها مدة جرت عادة المرأة، فيرجع لعادة المرأة نفسها، أنه لا يخرج منها دم في مثله فيسمى حينئذ نقاء، فيسمى نقاء. بعض النساء 3 ساعات، بعض النساء 7 ساعات، بعضهم أكثر بعضهم أقل، كل امرأة بحسبها. إذن فالمذهب أن العادة إذا نقصت عن أقل، أن العادة إذا نقصت عن مدتها ورأت خلوص النقاء فهو طهر، فإن عاودها الدم فنسميه نقاء والنقاء طهر. إذن عندنا فرق بين الطهر والنقاء، أعيده مرة أخرى. الطهر حيث نحكم بأنه ما بين الحيضتين، وأما النقاء فهو طهر بين أجزاء الحيضة الواحدة، يومان حيض ثم نقاء ثم حيض، فنسمي هذا نقاء ولا نسميه طهرا، ولذلك لا يعد من 13 يوما. ففرق بين الطهر والنقاء وإن كان في اللغة متقاربان، وقد يعبر، أنا في أثناء الشرح لأني أرتجل قد أخطأ وأعبر بالنقاء عن الطهر، لكن يجب أن نفرق بين الطهر والنقاء. النقاء هو بين أجزاء الحيضة الواحدة، والطهر هو بين الحيضتين المختلفتين في الشهرين المختلفين للمرأة. طيب، قول المصنف ولو أقل مدة، طبعا ليس مطلق أقل مدة، لأن كما تعلمون الحيض ليس مثل صنبور الماء يصب 24 ساعة، لا، وإنما هو يأتي أحيانا ويذهب، يضعف ويقوى، ولكن هذا راجع لعادة المرأة. فبعض النساء 2 ساعات تعتبره خلوص نقاء، بعضهن أكثر 3، كل امرأة لها عادتها الخاصة بها. وقول المصنف هنا ولو إشارة لخلاف قوي جدا، وذلك ما اختاره الموفق ابن قدامة، وقد نص عليه الإمام أحمد في النفاس، ومثله يلحق به هنا، أن أقل ما يكون نقاء هو يوم وليلة. قال أحمد أقل ما سمعت في النقاء يوم وليلة، وهذا القول في الحقيقة أضبط لكثير من النساء، عشان ما نقول لها تصلين، فإذا نقصت عادتها يعني أو انقطع الدم عن كمال عادتها يوما كاملا بلياليه، فنقول حينئذ يعتبر نقاء فيجب الصلاة فيه. وإن قيل بالمذهب فهو وجيه جدا، ولكن المصنف أشار للخلاف القوي في هذه المسألة. قال فهي طاهر أي في أثناء النقاء تغتسل وتصلي، واضح، ولا يكره وطؤها، بخلاف نقاء النفاس الذي سيأتينا في الدرس القادم، فإنه يكره وطء في نقاء النفاس. طيب، قوله فإن عاودها الدم، قبل أن نبدأ، هذه المرأة التي انقطع الدم قبل انتهاء عادتها لها حالتان، إما لا يرجع لها الدم فمعناها نقصت عادتها وانتهينا، سهل. فإن رجع لها الدم فنحكم بأن هذا الجفاف نقاء وليس طهرا. طيب، وذلك بدأ يفصل فيقول فإن عاودها الدم. نعم، فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها جلسته. نعم، يقول فإن عاودها الدم في أثناء العادة أي في أثناء مدة عادتها من حيث العدد، ولم يجاوزها أي ولم يجاوز الدم العادة جلسته، ما في إشكال، لأن النقاء يحسب في المدة حينئذ. نعم، وإن جاوزها ولم يعبر أكثر الحيض لم تجلسه حتى يتكرر. نعم، قوله وإن جاوزها أي وإن جاوز الدم أيام عادتها مع النقاء طبعا، ولم يعبر أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن، لم تجلس ما زاد عن عادتها التي تخللها يوم أو يومان نقاء حتى يتكرر، أي حتى يتكرر ذلك. وهذا مبني على الخلاف الأول ذكرناه قبل قليل،
انتقال العادة وتقدمها وتأخرها، نزيد أيضا وتقسمها إن صح التعبير، وهي داخلة في الانتقال. ونقول إن الذي عليه العمل أنه أنها تجلسها وإن لم يتكرر، ولا يسع النساء غيره كما قال صاحب الإنصاف. نعم. وإن عبر أكثره فليس بحيض، لا شك إن عبر أكثره ليس بحيض، إنه جاوز 15 يوم بلياليهن. وإن عاودها بعد العادة فلا يخلو. نعم، قوله وإن عاودها أي رجع الدم بعد انقطاعه، بعد انقضاء عادتها، فلا يخلو من حالات أو من حالتين. نعم، إما أن يمكن جعله حيضا أو لا. نعم، حالتان، إما أن يمكن جعله حيضا وسيذكر المصنف تفصيله، أو لا أي لا يمكن جعله حيضا. بدأ في الحالة الأولى فقال: فإن أمكن بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيه. قال فإن أمكن، أم أمكن أن يجعل حيضا هذا الذي زاد عن العادة أو جاء بعد العادة، وله صورتان: أن يمكن أن يكون حيضا بالضم، والحالة الثانية أن يمكن أن يكون حيضا بنفسه. بدأ أولا بأن ما يمكن أن يكون حيضا بالضم لما قبله، فقال فإن أمكن بأن يكون، أن يكون حيضا بضمه أي بضم هذا الدم الذي عاودها بعد العادة إلى الدم الأول أي قبل الجفاف الذي سميناه نقاء، لا يكون بين طرفيهما أي بين أول الدم الأول ونهاية الدم الثاني مع النقاء المتخلل بينهما أكثر الحيض، فيكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل لا يتجاوز 15 يوما بلياليهن فيلفقان. هذه مسألة التلفيق، وسنشرحها الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل عندما نتكلم عن العادة الملفقة. العادة الملفقة مثل التلفيق في الفقه، فإن التلفيق عندنا في الفقه وفي العادة في الحيض. التلفيق الحيض أن المرأة تأخذ 3 أيام ثم يأتيها نقاء يوم أو يومان ثم يأتيها 3 أيام أخرى، فمجموع الأمرين 3 و3 نسميها ملفقة، فمجموع الأمرين عادة فتكون 6 أيام، هذه عادة ملفقة. قال فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر، طبعا هذا مبني على الخلاف ذكرته قبل قليل. نعم. أو يكون بينهما أقل الطهر 13 يوما، وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر، وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده. طيب، يقول المصنف أو يكون بينهما أقل الطهر، هذه هي الصورة الثانية إذا أمكن، مر معنا إذا أمكن إما أن يكون يمكن أن يكون حيضا بضمه إلى الدم السابق، وهنا يمكن أن يكون حيضا بنفسه، يمكن أن يكون حيضا بنفسه. كيف يكون ذلك؟ قال بأن يكون بينهما أقل الطهر 13 يوما بلا ويوما، وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده، فإنه في هذه الحالة نحكم بأن كل دم متقدم حيض مستقل، وذلك قال فيكونان حيضتين إذا تكرر، وقوله إذا تكرر أيضا سبق الخلاف فيها. ثم قال وإن نقص أحدهما أي أحد الدمين عن أقل الحيض فهو دم فاسد، لأنه لا يصلح بنفسه إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده أو إلى ما قبله، إذا كان نقص الأول ولم يكن ضمه للثاني أو الثاني إلى الأول، فقوله إلى ما بعده يجب أن نقول أو إلى ما قبله. نعم. وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهذا استحاضة سواء تكرر أم لا، ويظهر ذلك بالمثال. فلو قبل المثال سيأتي المثال لكل ما سبق. قال وإن لم يمكن جعله حيضا أي الدم الثاني لعبوره أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن وليس بينه أي الدم الثاني وبين الدم الأول أقل الطهر، لأنه لو كان بينهما أقل الطهر فأكثر فالدم الثاني حيضة جديدة، فهذه أو فهذا استحاضة لأنه عبر أكثر الحيض سواء تكرر أم لا، لأنه سبق معنا أن الاستحاضة لا يلزم فيها التكرر وكذلك التمييز. ثم ضرب مثال لكل ما سبق نقرأه مرورا، فقال المصنف ويظهر ذلك بالمثال: فلو كانت العادة 10 أيام مثلا فرأت منها 5 دما وطهرت 5 الباقية ثم رأت 5 دما وتكرر ذلك، فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق، ويكون حيضها حينئذ 15 10 أيام فيكون ملفقا، والنقاء طهر ولكنه طهر حكما ولكنه ليس داخلا في أقل الطهر الذي يحسب بعد ذلك. ولو رأت الثانية 6 أو 7 لم يمكن أن يكون حيضا. نعم، ولو لأن لو رأت الثاني 6 أو 7 لا يمكن أن يكون حيضا حين ذاك. ما السبب؟ لأن 5 و5 10 و6 أصبح 21، فجاوز أصبح
16 فجاوز أكثر الحيض الذي هو 15 يوم بلياليهم، فلا يمكن أن يكون حيضا، فحينئذ يعتبر استحاضة. ولو كانت رأت يوما دما و13 طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر فهما حيضتان. نعم، شوف معناه مثل بيوم واحد لأنه أقل الحيض، وكذلك إذا كان أكثر من يوم من باب أولى، ما دام بينهما أقل الطهر فما زاد فكل واحدة منهما تصلح أن تكون حيضا. ولذلك دائما إذا استفتيت في الحيض من أهم الأسئلة كم مدة العادة، كم بين هذا الدم الخارج وآخر مرة اغتسلت المرأة من حيضها، يعبر باغتسلت أدبا بدلا من يقال انقطع الحيض أو الدم. نعم، لوجود طهر صحيح بينهما وهو 13 يوما بلياليهم بحديث علي المجمع عليه قاله أحمد. نعم، ولو رأت يومين دما و12 يوما طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما، فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة ولو لم يتكرر. صورة ذلك يقول لو أنها رأت يومين دم ثم 12 يوما طهر، ما نقول طهر، 12 يوما جفاف والذي هو النقاء، ثم يومين دما، 2 و12 و2 16، جاوز أكثر الحيض، فلا نحكم بأن الدم الثاني قطعا أنه دم حيض وإنما هو استحاضة، هذا واحد. ثانيا لا نحكم بأنه حيضة ثانية لأنه لم يفصل بين الدم الأول والدم الثاني أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، ولك يقول فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة ولو لم يتكرر. بقي آخر مسألة وهي مسألة طويلة جدا لكن نعطيها ولو بعض الأحكام المتعلقة بها، وهي من المسائل المهمة جدا. نعم، والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض لا بعدها ولو تكرر. نعم، قول المصنف الصفرة والكدرة مر معنا إن كنتم تذكرون أن ألوان الدم المعتبرة 4. نعم، زاد بعضهم خامسا وسادسا لكن المعتبر عند أهل العلم 4، وهي السواد والحمرة والكدرة والصفرة بهذا الترتيب. وقلت هذا الترتيب لماذا؟ لأن الأول مع الثاني كما أن الثاني مع الثالث كما أن الثالث مع الرابع يعتبر الأول منهما أقوى من الثاني وهكذا، وبذلك تستطيع المرأة أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة إن كانت قد عبرت عادتها أو لم يكن لها عادة ترجع إليها. طيب، نرجع لمسألتنا. هذه الصفرة والكدرة مر معنا في الدرس الماضي أن ما تراه المرأة المبتدأة يعتبر حيضا ولو صفرة وكدرة، يدلنا على أن ابتداء الحيض لا ينظر فيه للون إلا أن تكون هناك اختلاف بين التمييز والعادة كما تقدم، وأما في انتهاء الحيض فينظر للون ويؤثر. يقول المصنف والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، معنى ذلك أن المرأة المعتادة التي لها عادة 6 أو 7 أيام فإنها إذا رأت في أثناء عادتها دم بأي الألوان 4 ولو صفرة وكدرة فإنه يكون حيضا، وهذا يشمل إذا كان الدم في أول الحيض أو كان الدم في آخره، ما دام في أثناء عادتها حكى الاتفاق عليه في الجملة ابن رجب في فتح الباري. إذن هذا ما يتعلق بالعادة، في أثناء العادة، في أوله، في آخره، في وسطه، الصفرة والكدرة معتبرة. قوله لا ما بعدها أي لا ما زاد عن العادة، وهذا يشمل 3 صور، وقلت إنه يشمل 3 صور لأن النفي هنا يشمل الصور 3 وهي 3 مسائل فيها خلاف، لكن قول المصنف يشمل الصور 3 كلها وهو المذهب. الحالة الأولى إذا كانت الصفرة والكدرة بعد العادة غير متصلة بها، جاءت المرأة عادتها كاملة 7 أيام ثم طهرت ثم عاودها صفرة وكدرة، فنقول هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر، بل حتى لو كان اللون أحمر، بل لو كان أسود، لأن العادة مقدمة على كل شيء أولا، ولأن علي رضي الله عنه قال إن المرأة إذا اغتسلت من حيضها أو طهرت من حيضها ثم رأت مثل غسالة اللحم فإنما هو من الشيطان، يعني لا يؤثر حين ذاك، إذن بعد الانقطاع لا يؤثر. الحالة الثانية يشملها قول المصنف لا بعدها أن تكون بعدها متصلة، فعادتها 7 أيام انقضت 7 أيام
بقيت صفرة وكدرة نقول تغتسل. ما الدليل؟ نقول ما ثبت في الصحيح واللفظ لأبي داود من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لم نكن نعد الكدرة الكدرة والصفرة بعد الحيض، هذا اللفظ بعد الحيض شيئا، وفي لفظ بعد الطهر. بعد الطهر يشمل الحالة الأولى ذكرناها قبل قليل، وقوله بعد الحيض يشمل هذه الصورة. إذن المعتادة مر معنا أنه إذا زاد دمها عن عادتها، تذكرون قلنا فيها وجهان، المذهب لا ترجع لما زاد حتى يتكرر، والذي عليه العمل كما قال المصنف وغيره أنها ترجع إليه بشرط أن لا يكون صفرة وكدرة، وهذا القيد أشرت إليه سنرجع لي. أما إن كان ما زاد عن عادتها صفرة وكدرة فلا يعتبر وإن تكرر، وهي الثالثة، وهو أن المرأة المعتادة إذا جاءتها الصفرة والكدرة متصلة بعادتها وتكررت، شوف وتكررت 5 أشهر، ما أقول 3، 5 و6 وهكذا، نقول لا يكون زيادة في عادتها بل يعتبر استحاضة مطلقا أو دم فساد مطلق. ذكر هذه الصور الثلاث، وأن هذا عموم كلامه هو ابن رجب، وكلامه في فتح الباري عن مسألة الصفرة والكدرة من أجمل ما صنف في ذلك استدلالا من حديث أم عطية. قوله ولو تكرر، هذا الحالة الثالثة ذكرناها قبل قليل، أنه وإن تكرر لا تزاد العادة به، فحينئذ لا يحتسب من الحيض ولا تغتسل له ولا تمتنع من أي من الأمور التي تمتنع منها المرأة. وأما إذا كانت المرأة غير معتادة فلم يتناولها المصنف في كلامه، وذلك أن المميزة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة إذا رأت الصفرة والكدرة، فإن كانت مميزة فالدم القوي هو الحيض والدم الضعيف ليس حيضا، وإن كانت غير مميزة فهي تجلس غالب الحيض، ومر معنا ما هي الأيام التي تجلسها من غالب الحيض. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الفصل المتعلق بالاستحاضة، يبقى لنا الدرس القادم وهو أسهل بإذن الله عز وجل من هذا الدرس، أعلم أن هذا الدرس فيه يعني الكثير من إشكالات، يبقى لنا الدرس القادم إن شاء الله نختم به هذا الباب وكتاب الطهارة كاملا. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يغيث بلادنا وأن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان وطاعة الرحمن جل وعلا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يوفق ويصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا أخونا يقول هل يصح لمن انتسب لمذهب أن يفتي بما يخالف مذهبه؟ نعم هذا نص عليه في كتب الأصول جميعا، وذلك في صور نصوا عليها أذكر بعضها. الصورة الأولى إذا أداه اجتهاده لذلك، وذلك أن العلماء يقولون إن الاجتهاد يتجزأ ولا يلزم أن يكون المرء مجتهدا اجتهادا مطلقا، فمن اجتهد في مسألة وقد صح اجتهاده وعده بن حمدان من يسمى المجتهد من طبقة يعني المجتهد الجزئي، فيجتهد في بعض المسائل، فحينئذ إذا أداه اجتهاده لشيء لزمه أن يفتي بما أدى إليه اجتهاده. وأما خلاف هذين الأمرين وهو ما أداه إليه اجتهاده، 1، 2 ما تدين الله عز وجل بتقليده، فالعلماء يقولون الأصل أنه لا يجوز الإفتاء به. وإن كنتم تتذكرون كلام صاحب المختصر بن اللحام حينما قال ولا يجوز أن يفتي بخلاف اعتقاده إجماعا، فمن اعتقد شيئا اجتهادا أو تقليدا سائغا صحيحا فلا يجوز له أن يخالف اعتقاده بفتوى. قالوا لم يذكرها بن اللحام، قالوا إلا في صورتين. الصورة الأولى ذكرها ابن هبيرة ونقلها ابن مفلح مقرا له، وهو إذا كان مصلحة عامة بأن يكون ولي الأمر اختار قولا لمصلحة وأفتى به، وكان مما يناط بولي الأمر اختياره لا مطلق المسائل الفقهية، فالمصلحة أن يفتيه لذلك، ذكر ذلك ابن هبيرة. والمسألة الثانية قالوا إذا كانت المصلحة خاصة وأحيانا تكون سدا للذريعة وأحيانا بحثا لرخصة، فسد الذريعة عندما يسأل الشخص المفتي عن مسألة والمفتي يعلم كراهتها لكنها قد تكون ذريعة لوقوع ذلك المستفتي في حرام أو تهوين المعصية في نفسه، مثل من سأل عن بعض المعاصي فإذا قلت له إنها صغيرة فإنه ربما تساهل في هذا الحرام، مثل بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الزنا مما أجمع العلماء على كونه صغيرة.
فحينئذ نقول إنه قد يفتي بخلاف اعتقاده لباب سد الذريعة، ومثل ما يتعلق ببعض الأمور التي قد تؤدي إلى جراحات بين المسلمين. والأمر الثاني عندما يكون فيها رخصة، هي التي مثل قال أحمد حينما سأله رجل عن مسألة قال أتعرف حلقة الرصافة حلقة المدنيين، اذهب إليها، فدله على من يفتي لعلمه أن ذلك الرجل محتاجا. ومما مثلوا لذلك ما ذكره السبكي الكبير في كتابه قضاء الأرب في فتوى حلب الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي، حينما قال يفتى مذهب الحنابلة في مسألة العفو عن النجاسة القليلة لمن كان فيه سلس بول، ومر معنا كنت تذكرون أن هذا يعتبر من محاسن المذهب ويفتي به غير أصحاب أحمد لأن المصلحة في بل، ونحن نقول الدليل عليه. فالمقصود أن الفتوى لها فقه، ومن لم يحسن فقه الفتوى ربما وقع في أمور كثيرة مذمومة وممنوعة، وربما كان ذلك يؤدي إلى وقوع في أشياء ليست بالحسنة. ولذلك جاء أن معاوية رضي الله عنه فيما نقله أظن الخطيب البغدادي دخل مكة حينما كان خليفة، فوجد رجلا من الموالي يفتي، فقال من أذن لك؟ فقال أعلم الناس وأنفعهم. فقال إن رأيتك من قابل تفتي لأوجعتك ضربا، أو نحو ما قال معاوية. فليس كل من عرف علما يتكلم به ويفتي، فكم من امرئ تكلم بشيء فكان كلامه سببا لوبال وسببا في يعني ضرر كثير من الناس أفرادا أو جماعات. ولذلك ما كان يعني تقادف الصحابة رضوان الله عليهم الفتوى عبثا، بل لأمرين، أمر خاص ديانة وأمر عام فيما يتعلق بالحكم على الآخرين، فإن الآخرين يعني قد يتعلقون به، وذلك فإن المفتي يضمن كما قرر أهل العلم. والكلام في ذلك أظن تكلمنا عنه بتوسع، وأنا أعيد الكلام الذي ذكرته لكم في درس الأصول. أخونا يقول لدي القليل من الصعوبة في فهم الإقناع مع أني أراجع الدرس بعد الانتهاء، لا يوجد شخص يمكن أن يفهم كل شيء مرة، بل إنك إذا لم تعلم إلا 10% يكفي. إذا استمرت على هذه الطريقة بعد فترة ستجد أن هذه اللغة وهذه الألفاظ أصبحت سهلة. ولذلك إذا أخذت علما كثيرا لكنه منظم، ولا تكن كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فإنك ستجد أن هذه الأمور ستبقى في ذهنك كثير، بل قد تكون يعني نعمة لمقياس علمك. كيف؟ عندما تقول أنا لا أكتسب من هذا الدرس إلا 10% أو 5، ثم تستمع أو تقرأ ما كتبته بعد سنة أو سنتين فتجد أنك فهمت 30%، فمعنى ذلك أن علمك قد زاد. وأما إن بقي على ما هو فمعناه أنك علمك لم يتغير، وأما إن نقص فهذا أمر الله عز وجل وقضاؤه وقدره، قد يعود لمرض وقد يعود لغفلة عن العلم وقد يعود لغير ذلك من الأسباب. فما في علم أخي لن تنال العلم إلا بستة، فما في علم لا تنال العلم براحة الأبدان، ما في علم، العلم لا يصب صبا، ما في شيء ينال براحة الأبدان أبدا، العلم يحتاج إلى ساعات وجهد. فلابد ودائما العلم يستصعب في أوله ويستسهل في آخره، ما لا يستسهل وإنما يسترذ به في آخره. ستصل لمرحلة يعني قد ترى هذه الطلاسمة كأنها شعر، يعني تسترذ بقراءته. وهكذا تجد عند المحدثين عندما يسمع حدثنا كأنه سمع شعرا يطرب لسماعه، مع أن غيرهم ربما يرى أنه كلام أو سلاسل في أسانيد لا أثر لها. وذلك كل من اعتاد شيئا وعرف شرفه فإنه يأنس به. أخونا يقول ما المراد بحمل غالب الحيض؟ ليس بحمل، لا أنا عبرت بحمل، بعمل ليس حمل، أحسنت. غالب الحيض هو الذي جاء في الحديث أنه 6 أو 7 أيام، ومر معنا أنه غالب الحيض 6 أو 7 أيام، شرحتها في الدرس الذي مضى وهذا الدرس كذلك. يقول وإن شئت أسقطت الزائدة من أيامي، هل هذه المسألة مبنية على الوجه الثاني أي التحري؟ لا، هذه مبنية على الوجه الأول، مبنية على الوجه الأول وهو عدم التحري. نعم، هذا أخونا يقول هل للحاضنة أجرى على الحضانة ولو كانت الحاضنة أما؟ الأجرة التي جاء بها النص هو الرضاعة،
فالرضاعة يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما الحضانة فلم يصرح العلماء كلاما صريحا أن الحاضنة تأخذ أجرة، ولعل الأقرب من كلام الفقهاء وهو الذي يعني يتجه إليه العمل أن الحضانة لا أجرة لها، لأن المرأة لها الخيار أن تترك الحضانة لغيرها، وإن كان المحظون يستحق خادما فإن الخادم يدخل في النفقة. ولو جعلنا الحاضنة إذا كانت أما بالذات أن تأخذ أجرة لخالفنا أمرين من المعاني. المعنى الأول معنى أن الحضانة حق للمحظون على الحاضن، حق للمحظون على الحاضن فهو حق عليه والأصل لا تأخذ عليه أجرة. الأمر الثاني جعلنا المادية في علاقة الرجل أو علاقة الأبناء بأمهم إضافة لما فيه من تعسف، ولذلك ظاهر كلام الفقهاء أو فقهائنا بمعنى أصح أنه يفرق بين أجرة الحضانة وبين أجرة الرضاع. الرضاع أجرة في كتاب الله عز وجل ما في شك، وأما الحضانة فلا أجرة لها، فلا أجرة لها لمن وجبت عليه أو توجهت عليه. ما نقول وجبت، نقول توجهت عليه. يعني يقول اشتراط النقاء إن طهرت احتشنت إن احتشت قطنة هل هو شرط عملي أو شرط وضعي؟ ما أدش معنى عملي أو وضعي، هو عادة شروط كل الشروط وضعية لأن عندها يثبت الحكم، فكل ما كان من باب الشرط فهو شرط وضعي والتكليف هو الحكم ابتداء. فلكن هل لابد أن تحتشي؟ الكل النساء تعلم أنه لابد أن تحتشي ولو أن تمسح بمنديل ونحوه، معروف هذا الشيء. يقول قال في الروض وإن لم يكن دمها متميزا. الخط ماشي الشيخ، ما خطك يا شيخ متداخل، عندك السين ليست واضحة، لعله يوضح. نعم، ما الفرق بين الخلاف في تغير العادة وفي إثبات العادة مطلقا من غير تكرار؟ هم يقولون إن الفرق واحد، المشهور المذهب أن تغير العادة وإثبات العادة واحد إلا في النقصان. وأما الرواية الثانية أو الوجه الثاني فيفرقون بين تغير العادة وإثبات العادة، فيرون أن تغير العادة، العادة ثبتت فصارت المرأة من ذوات العادة ممن لها عادة، فالصفة اتصفت بها المرأة، فبقي الزيادة والنقصان كذلك، والانتقال والتغير والتأخر هذه أوصاف عارضة، فحينئذ لما أخذت الوصف الكلي الأوصاف العارضة تثبت مباشرة. هذا توجيه الوجه الثاني. قال لم أفهم ضبط المدة لمدة النقاء في عبارة المصنف ولو أقل مدة، يعني قصده ولو كان أقل من يوم وليلة إذا وجدت الصفة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.